مضى الوقت وما شبعنا ولكن ثبتت الفوائد، انشروا الحق وادعوا لهذه السنن والفرائض. يا أمة الخير فاعملوا فالعمر كله فائد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج الأوامر الشرعية. أحبتي في الله، أمر اليوم فيه نفع كبير للإنسان في حياته ونفع للمسلمين عموما، وبه يعلم الإنسان أنه ينبغي عليه أن يحافظ على المصالح العامة، مش كل حاجة مصلحتنا وبس، لكن مصلحتي ومصلحة إخواني وراعي مصلحة الناس كذلك. فالإنسان يكون حريص على ألا يؤذي نفسه وعلى ألا يؤذي غيره. لذلك أمر اليوم أحبتي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين، اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: أن يتخلى أحدكم في طريق الناس أو في ظلهم. إن الإنسان ما يراعيش حق الطريق. اتقوا اللعانين، يبقى أمرنا أن نتقي الأشياء التي توجب لعنة الناس. شيئين بيجيبوا لعنة الناس، يعني الناس لما تلاقي المكان اللي بيمشوا فيه والطريق اللي بيستفيدوا في السير فيه، إذا به حد وضع فيه أذى فإذا به لا يستطيع أن ينتفع بالطريق، أو في مكان بيستظل فيه الإنسان، أو في مكان الناس بتقف فيه لأنه موقف ميكروباص أو موقف تاكسي أو موقف كذا أو كذا أو باص أو ما إلى شابه. ففي هذه الحالة واحد يجي يوقع أذى في هذا المكان بحيث أن الناس ما تقدرش تستظل في المكان اللي هم بيستظلوا فيه أو يقفوا في الموقف اللي بينتظروا فيه، فده أذى للغير شديد، أذى متعدي، أجره خطير. فده بيخلي الناس تسب اللي عمل كده، دي معنى الحديث، يقول لعن الله على من فعل كذا، أو تسب وتشتم من الذي فعل هذا. ليه؟ لأنه أذاهم. فقال النبي اتقوا هذا، ما تعرضش نفسك للعنة الناس ولسب الناس ولا لأذية الناس، وإن ده أنت أوقعتهم في أذى فتسبب ذلك في أن يسبوا من فعل ذلك. فقال: وما اللعنان يا رسول الله؟ قال: أن يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. إن هو يعمل شيء في أذى في الطريق الناس أو في ظلهم. يتخلى يعني يعمل حمام في هذا المكان فالناس لا تستفيد بهذا الطريق، إما في الطريق أو في أماكن الانتظار أو الأماكن التي يستظل الناس بظلها، مثل الحدائق والجنائن العامة وما إلى غير ذلك. مش معنى أنه واحد خارج يرفع عن نفسه في جنينة أنه يرمي فيها الزبالة، دي مصلحة عامة وانت بتأذي غيرك في هذا المقام. مش معنى أن الإنسان أخرج زبالة بيته فيرميها في الطريق في أي مكان، لازم مكان مخصص لذلك، هذا من الأذية، يدخل في هذا المعنى. يبقى إذن الإنسان يراعي حق الطريق. أحبتي في الله، نعرف أن الطريق ده له حقوق، وإيقاع الأذى في الطريق إثم، وإزالة الأذى عن الطريق سبحان الله هو طريق إلى الجنة وإلى مغفرة الله سبحانه وتعالى. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: رأيت رجلا يتقلب في الجنة بشجرة قطعها عن الطريق أو أزالها من الطريق، كانت تؤذي الناس في طرقاتهم، كانت بتأذي الناس هكذا. وفي رواية أن الرجل وجد شجرة فقال: أنحيها عن طريق المسلمين لا تؤذي المسلمين، فشكر الله له فغفر له سبحانه وتعالى. يعني إزالة الأذى عن الطريق، إزالة الأذى عن الناس، الحرص على عدم إيقاع الناس في المشاكل، في العنت، في الأذية، يوجب مغفرة من الله وحب من الله وعطاء من الله وسبب لدخول جنة الله سبحان الله. يعني ممكن شيء بسيط جدا الإنسان قد يستحقره وفيه الأجر الكبير. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. يعني إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان، لأن اللي حملوا على ده هو رضا الله سبحانه وتعالى،
انت بتعامل الناس من منطلق الايمان بالله عز وجل، من منطلق الاخلاق التي ارشدك اليها الدين. فهكذا كان يجي الناس يقول لك اصل الناس تستاهل، اصل تستاهل يعملوا كذا، اصل غيري بيرمي زباله يبقى ارمي انا زيه زباله، افعل زيه هكذا. لا ينبغي ان يكون العبد على هذه الشاكله او على هذا الامر. احبتي في الله، اذا حق الطريق احبتي في الله ينبغي على الانسان ان يراعيه. واول شيء من هذا الحق والشيء المهم جدا الا يوقع العبد الناس في العنت، يجلب الاذى للناس سواء كان ذلك في طريقهم او ما الى غير ذلك. اتقوا اللعانين. قال: وما اللعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. وقال صلى الله عليه وسلم، شوف العكس، اللي أذى ده عرض نفسه للسب والشتم إنه وقع في ذلك، ولا ابتعد. بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك فأخذه فشكر الله له فغفر له. وقال وعن أبي برزة الأسلمي قال: قلت يا رسول الله دلني على عمل أنتفع به. تخيل، عاوز أجري يا رسول الله كبير، دلني على عمل أنتفع به يا رسول الله. فقال: أعزل الأذى عن طريق المسلمين. إذا استطعت يا ريت كل واحد يبدأ بنفسه، ما يجيش يسيب المسألة يقول لك غيري يعمل. أنت سارع واجتهد أنت في إزالة الأذى عن الطريق. اعزل الأذى عن طريق المسلمين. إذا وجدت في الطريق ووجدت فيه أذى، بادر أنت بإزالته ابتغاء مرضاة الله. واحد يقول لك أنا مستني عمال النظافة لما يجوا أو ما كذا أو ما إلى غير ذلك. إذا ما جوش شارك أنت، خد الأجر بفضل الله سبحانه وتعالى. اسعى بأن تأتي بهم إذا كنت لا تستطيع فعل ذلك، لكن المهم تكون سبب في عزل الأذى وتبدأ بنفسك بابتغاء الأجر والعطاء من الله سبحانه وتعالى. وده بيدينا معنى آخر اللي هو حب المصلحة العامة وحب الخير لإخواني. ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا. يبقى الحب في الله من أسباب الإيمان الموجب دخول الجنة. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فأرشدنا إلى طريق المحبة وطريق الأخوة، فمن مراعاة الأخوة عزل الأذى عن طريق المسلمين. ما يجيش واحدة بتنظف في البيت أو واحد بيوظف في شقته كل الزبالة والأذى يرميها في الطريق وهكذا. واحد يقف بسيارته بطريقة إذا به يؤذي المرة ما يعرفوش يعدوا ولا يعرف يمشي، هذا أيضا نوع من الأذى في طريق الناس. فعلى الإنسان أن يراعي ذلك، عزل الأذى عن طريق الناس ومراعاة المصالح العامة أمر غاية في الأهمية، فعلينا أن نراعيه. أحبتي في الله، أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مضى الوقت وما شبعنا ولكن ثبتت الفوائد، انشروا الحق ودعوا لهذه السنن والفرائض. يا أمة الخير فاعملوا فالعمر كله فائد.